مواطين صغير وكبير جديد وقديم أربعة شراحين الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شيرين مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شيرين أربعة شارع شيرين شغلتني عامل لك ايه حيرتني عامل لك ايه شغلتني عامل لك ايه حيرتني واعمل ايه شغلتني عامل لك ايه حيرتني انا بحبك وبريدك بعتلي جواب في بريدك انا بحبك وبريدك بعتلي جواب في بريدك يعلم رب اني بريدك واعمل لك ايه شغلتني اعمل لك ايه شغلتني اعمل لك ايه حيرتني اعمل لك ايه شغلتني اعمل لك ايه حيرتني واعمل ايه شغلتني اعمل لك ايه يا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان ونتمنى تقضوا عندنا وقت حلو النهارده وتتبسطوا معانا وحلقه بدايه الاسبوع وعندنا النهارده فارس راجف اميره فهمي اهلا انا كنت هقعد دلوقتي واتكعبل انت ضحكتي عليا لا والله لا انا لاحظت ابدا والله لا انا مقموص ومصحف ابدا ولا ممكن خلاص خلاص صدقه صدقه عاملين اكل النهارده عاملين فطير عاملين فسيخ فطير 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 اه بطه فطير 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 فاصوليا فطير وايه تاني عاملين فطير حادق وحلو بطريقه لطيفه ولو في وقت هنعمل فطير مشلتت لو في وقت اهلا بيكي منوره يا استاذه فرصه سعيده جدا بعد ما نخلص مع اميره فهمي عندنا استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب بعد كده عندنا زميله وصديقه اذاعيه صوتها حلو جدا ومميز وعامله كمان اغنيه جميله جدا وانا مبسوط ان النهارده معانا نيفين محمود اهلا اوبا يا نيفو يا
شريف ازيك؟ اخبارك ايه؟ منوره قوي. منوره بيك انت. مديرتي في ميجا اف ام معايا النهارده يا ولاد. شرف ليا والله. والله ده شرف ليا. المره دي انا في ملعبك. منوره. طيب النهارده هنسمع مع الوقت اخر اغنيه ليكي، وانت طبعا ليكي باع كبير قوي في الاذاعه في بالذات طبعا في ميجا اف ام بقالك 10 سنين. 12 سنه. 12 سنه. وكميه اعلانات بتعمليها بصوتك المميز غير عادي، بس النهارده احنا جايين من اللي نتكلم على مع الوقت، قولي لنا مع الوقت كلمات مين؟ الحان مين؟ فكره مين؟ كلمات احمد حسن راؤول والحان الهامي دهيمه وتوزيع احمد حسام والهامي دهيمه. فكرتي انا. بس هي حلوه قوي. بس طبعا راؤول كتبها، يعني لو كنت شاعره ما كنتش هكتبها كده، يعني هو رهيب، هي فيها احساس عالي قوي قوي، يعني هو حس بالموضوع وكتبها يعني بشكل مبهر. هو انت موجوعه قوي كده زي كلمات الاغنيه؟ هو مش كلنا موجوعين ولا ايه؟ لا يا اختي انا مش موجوع بجد والله، انا بوجع بس. ماشي. منوره يا نيفين. منوره بيكي. اهلا وسهلا بيكي. طيب بعد ما نخلص مع نيفين محمود، عندنا مصممه ازياء جايه لنا مخصوص من اسكندريه، واقفه ورايا اهي. شاوري للناس، شاوري للناس. اهلا وسهلا بيكي مصممه الازياء استاذه بسمه سليم. اهلا. ازيك يا استاذه بسمه؟ ازيك يا شيخ؟ مشرفه ومنوره. الله يخليك. اهلا وسهلا بيكي. بقالك قد ايه في عالم الازياء؟ 10 سنين. 10 سنين ومتخصصة في السواري والجران سواري. طيب انا عارف ان انت في اسكندريه، بس قريب جايه لاهالي القاهره ان شاء الله. بعد قد ايه؟ يعني خلال شهر 6. فين في القاهره؟ التجمع الخامس. اهلا وسهلا بيك. منورانا. ربنا يخليك. هنشوف النهارده بقى الكولكشن الجديده الخاصه ان شاء الله. يا رب يعجبكم. اكيد هيعجبني. معاكم اكيد. اهلا وسهلا بيكي مدام في فاشن شو، يبقى اكيد ايرا واخواتها بنات الشارع الحلوين منورين في كل حته في الشارع. اهلا. ازيكم؟ حلوين؟ النهارده 5 في عين العدو. اهلا وسهلا. ونرحب بقى دلوقتي بفرقتنا مزازيك مع استاذ حسام حسني. اهلا. الصيف بقى جه وبنص كم، عايز تبين البنش والباي والتراي وانك بتروح يا واد يا شماوي انت حبيبي. ازيكم يا حلوين؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ايه يا وائل مبسوط؟ طبعا. قبط؟ ها؟ انا عشان كده مسفر النهارده. ايه ده؟ انت موجود معانا؟ اه. ازيك؟ انت كويس؟ الواد باهر فين؟ يعني عنده ظروف كده. راح يحيي فرح ولا؟ طيب ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه. ان شاء الله هتغني لنا ايه؟ دلوقتي اغنيه يتعلموا لعمرو دياب. اوكي الاستاذ عمرو دياب نسمعها وبعديها فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم في الاستوديو مع اميره. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا يلا. يتعلموا يتعلموا من رقتي يتعلموا، شوفهم ما فين وحبيبي فين، مش كده ولا يحلموا. يتعلموا يتعلموا من رقتي يتعلموا، شوفهم ما فين وحبيبي فين، مش كده ولا يحلموا. واللي عنده ضحكة سيدية واللي شفت انا بعينيا، اموت اموت بالضحكه
يتعلموا ويقلدوا، ده مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حبني عمري ما بعيدوا. يتعلموا ويقلدوا، ده مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حبني عمري ما بعيدوا. النهارده هنعمل لكم فطير لطيف جدا وسهل، ينفع تعملوه حادق وينفع تعملوه حلو. هنعمل الحادق بالتفاصيل قدامكم، والحلو هنقول لكم طريقته ازاي مع ست اميره. في يوم ككيده وفي يوم ككيده وفي يوم ككيده. اخبارك ايه؟ يلا فل، حلوه وجميله. طيب ايه بقى يعني؟ بصي طبعا انت في المخبوزات والمعجنات ملكه الحقيقه، فانت النهارده قررتي تعملي فطير. فطير، واحنا في الصيف الناس بتحب تاكل بالليل فطير في العشاء. ايه ده بقى؟ احكي لي المدور ده ايه؟ ده فطير حادق. المكونات بتاعته، طبعا الفطير ده ممكن تعمله باي حاجه، بس احنا النهارده هنعمله اللحوم اللي فيه سجق وبالخضروات. اوكي، هنعمل الاساس بتاعه العجينه. ممكن نعملها زي كده حادق. أيوة. وده ايه المربعات ده دي؟ حلو، ده بالكاستر. وده بالشوكولاته. بالكاستر وبالشوكولاته. الشوكولاته عاملينها في البيت، شوكولاته سائله، والكاستر ده عاملينه برده في البيت. اوكي. طب نبتدي بمقادير الاساس بتاعنا اللي هي عجينه الفطير. يلا يا ولاد. الفطير الشرقي للعجين، كيلو دقيق مخبوزات، 3 كوبايات ميه، 3 معالق كبار سكر، معلقه صغيره ملح، وربع كوبايه زيت. والحشو بتاعنا سجق، جبن مبشورة، جبنة مثلثات، طماطم، فلفل رومي، بيض، زيتون اسود، زيتون اخضر. الحشو بقى بتاع الحلو، لبن، سكر بودرة، زبيب، جوز هند، شوكولاتة سريعة الفرد، وكاسترد. اوكي خلاص. طيب الفطير سهل جدا بجد، يعني مش صعب خالص. الفطير ده الدقيق عباره عن دقيق وميه وملح، ما فيهوش عيش. لا، العيش بيبقى فيه مواد رافعه، خميره، لكن ده بيبقى زي اوراق كده. الدقيق هنحط ثلاث ارباعه كده. ثلاث ارباع مره واحده؟ ثلاث ارباع الدقيق، وهنحط السكر، نجيب الملح. هيدي ثلاث ارباع دقيق وسكر كله. ومعلقه ملح. وبس. وهنبتدي بقى نشغل المكنه اهو. بعدين في ميه ولا ايه؟ بعدين هنحط بقى الميه. دول ثلاث كوبايات ميه. حبه حبه؟ هنحط حبه حبه لغايه اما تربط العجينه. ثلاث كوبايات ميه. ثلاث كوبايات ميه تفرق ساقعه دافيه؟ دافيه دافيه. كويس، مش عارف اهي، مش هتاخد الميه كلها. احنا ما خدناش الدقيق كله كمان. لمت اهي. المفروض ان هي تلم من الاجناب وتبقى طرية وما بتلزقش. وبت ايه؟ وما بتلزقش. انا خليت شوية دقيق برة وشوية الفرق. مية. لازم نخلي الدقيق والمية برة. كل دقيق مختلف عن التاني، يعني الكيس شفتوا لمت ازاي؟ عمايلها لكم. بصوا بصوا لمت ازاي؟ مع اننا ما حطيناش زيت ولا اي حاجة. خلاص كده؟
هنسيبها ترتاح وهوري لك حاجه. العجينه اهي ما شاء الله ناجحه جدا. العجينه ما بتلزقش طريه وما بتلزقش زي ما هي كده. الرمل بتاع السكر انا حاساه. هنسيبها زي ما هي كده هنريحها. ما بتخمرش ما فيهاش خميره. هترتاح لمده ساعه ونرجع تاني يعني نعجنها تاني عجين تاني ونسيبها ترتاح 10 دقائق وبعدين نقسمها كور. هي فين؟ هي فين؟ في الثلاجه. ماشي. فين العجينه بتاعتك؟ العجينه سايبينها ترتاح. هنسيبها ترتاح لمده 10 دقائق. دي تاني مره 10 دقائق وبعدين افتحها. هنقسمها كور. حسب ما احنا عايزين وحسب حجم الفطيره اللي احنا عايزينها. يعني هي تقريبا بتبقى بس انت عامله هنا احجام مختلفه. هتبقى 12. وايه الزيت ده؟ الزيت زيت كتير. لا بصي احنا دلوقتي عجنناها قدام الناس. بعد كده هنقسمها كور. لا بعد ما عجنناها قدام الناس هنسيبها ترتاح ساعه. في مكان دافي ولا عادي؟ في مكان عادي. اوكي بعدين هنعجنها تاني. عجنه ثانيه عجنه سريعه وبعدين نسيبها ترتاح 10 دقائق وبعدين هنقسمها كور. زي كده الكور. الكبيره قد البرتقانه والصغيره قد الليمونه. ماشي خلاص. الصغيره دي هتبقى بطانه جوه العجينه. انا هوري لكم قد ايه هي سهله. يعني حطيتهم بقى في الصينيه وغرقتهم بالزيت زي ما انتم شايفين وسبناهم شويه في الثلاجه هنقوم جايبين زيت. بتتفرد الزيت. احنا هنعمل فطير شرقي مش فطير مشلتت. انا كنت بقول لو في وقت كنا هنعمل الفطير المشلتت مره تانية بقى. الفطير المشلتت بتتعمل بالزبده بالسمنه والزبده عشان يبقى تقيل كده ويتخن. ايوه بالظبط كده. احنا بقى جبنا كوره. دي الطريقه اللي بتتفرد بيها؟ لا هنجيب النشابه بس انا فردت كده شويه عشان ايه يبقى سهل الفرد. ما عجنتهاش بقى خلاص. هتتفرد في كل الاتجاهات. دي نرققها؟ هترق خالص 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 زي الورقه الرفيعه. هتشف المكان اللي تحتيها يعني او الرخام بتاعتنا كمان لسه. مش واحد وكله يبقى قد بعضه كده. وانت بتشيليها مش هتقطع؟ دي العجينة الكبيرة اللي هي قد البرتقانة. خلاص اديني بقى انا الحتة الاخرانية كده عاملها. تعالى بقى انت عامل دي لان دي اهم من دي. دي اصغر؟ دي الصغيرة. وهقول لكم دي عبارة عن ايه. دي اللي هي البطانة. بس بقى هنعمل ايه؟ هنفرد كده كده كده. ولو اتقطعت ما بيجراش حاجة يعني ما تزعلوش. يعني العجينه دي سهله. ارقق دي قوي برضو؟ قد ما تقدر. السجق مش غالي. العجائن كلها ممكن تاخد معانا يعني حاجه بسيطه. لو عندك بواقي لحمه مفرومه كفته فراخ هتنفع قوي معاها. رققتها قوي. خلاص كده تمام. انا هنا العجينة بتاعتي رق كل الأطراف أهم حاجة. وبعدين هاخد شوية زيت وهحط في النص. ليه؟ عشان أنا هحط الحشوة هنا رقيقة قوي فهتعمل مشكلة. إنه بصوا بتشيل دي أهي. دي هتبقى البطانة بتاعتنا اللي هي في النص خالص. بص بقى دي عشان تشيل الحمولة اللي احنا الحشو هنحط. بالظبط كده. البطانه. خلاص البطانه. هنحط بقى الجبن. حلوه قوي. اي جبنه موجوده عندنا مش شرط نوع الجبنه. اوكي. وبعدين ممكن جبنه مثلثات. ماشي. يا ده يا ده. يعني او ما خلينا بقى كده عشان يبقى شكلها حلو. ممكن جبنه رومي. اللي موجود ما هي دي رومي. دي رومي. اوكي خلاص. وبعدين هنحط بيض.
بيض؟ بيض صفار بابايا؟ مضروبة اهي، بيضاية مضروبة. ممكن نحط بيضاية كاملة. طيب البيض بيعمل ايه؟ لو انا ما حطيتش بيض بتبقى عادية، البيض بيخليها تنفش وتبقى مقرمشة. ده ايه ده؟ زيتون اخضر. طماطم مش كتير وتبقى في الطبقة الفوقانية. زيتون اسود. اوكي حلوة قوي. و وفلفل رومي. ما تقفليهاش، لو دي هنعملها حلوة. لو هنعمل حلو، انا عملت كاسترد على النار، عبارة عن كوباية لبن ومعلقة كاستر ومعلقة صغيرة سكر مش كتير، وقلبتهم على النار جمدت، سبتهم يبردوا وحطيت الكاسترد وهو بارد بنفس الطريقة دي. بنفس الطريقة دي وقفلتها ودخلتها الفرن وطلعت سقيتها لبن وحطيت على الوش سكر. اوكي ماشي خلاص. ورينا بقى تتقفل ازاي. بصوا بقى هتقوديها اهي. بصوا بقى بس هنقفل كده ونقوم لازقين ندوس. اوكي بص ما اتخرمتش ولا حاجه اهي، ما هو عشان بالراحه. الناحيه الثانيه اهي تحفه يعني. خلاص وبعدين هنا دي بص بقى، لو دي مكلكعه هنعمل ايه؟ اهو ترققيها. عشان ما تبقاش مكلكعه وكده يعني نخليها زي بتاعه الراجل بالظبط. خلاص الفطاطا هيزعل منك قوي قوي بس والله سهله. لو فيهاش حاجه اصلا سهله والله. بص بقى هنعمل كده وندوس عليها، نحط زيت ندوس عليها تاني. الفطير الشرقي بالزيت وبعدين قلبينها كده، ودي هندهنها بالزيت صينيه. تخش الفرن؟ لا هنسيبها ترتاح لمده نص ساعه وبعدين هندوس عليها تاني ونفردها. نفردها هتاخد بقى حجم الضعف كده. وبعدين خلاص هنحطها بقى الفرن. في الفرن. إيه بقى؟ ممكن نحط على الوش بقى حاجات اللي هي اللي حطيناها جوه دي. طب سجق بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتقعد قد ايه؟ من 20 ل 25 دقيقه. درجه حراره ايه؟ درجه بص انا هشرح اهو. درجه الحراره عاليه جدا، اعلى حاجه على عالي، لانه لو واطي هينشف العجينه ومش هتستوي كويس، لازم تبقى عاليه جدا علشان تستوي كويس. وبعدين مش هنولع من تحت بس، هنولع من تحت عالي ومن فوق واطي جدا، يعني الشوايه لو عندنا شوايه. طيب ما عندناش فرن هنعمل ايه؟ هنجيب طاسه على النار وندهنها بالزيت ونحطها عليها، بس بعد ما ترتاح هنحطها عليها على الوش ده 10 دقائق وعلى الوش الثاني 10 دقائق. على حد ما عندوش فرن يعني؟ على النار. لا في ناس ما عندهمش. ماشي. في ناس بيبقوا في مصيف ما عندهمش غير بوتاجاز كهرباء او وات ايفر، فيعني باقل التكاليف باقل الحاجات دقيق وميه. الحشو اللي عندنا الجبن والحاجات اللي موجوده في الثلاجه وقوطه وفلفل بعد ما بنخلص خالص بنقفلها وبسيبها ترتاح، نسويها يا على النار 10 دقائق 10 دقائق او في الفرن درجه حراره 260 240 اعلى حاجه. والشوايه لو موجوده بنولع الشوايه على الواطي خالص وبنراقبها، بنلاقيها قبت بقى ونفشت وبقت تجنن، بس بنطلعها بتقب بقى وبتنفش بتبقى رهيبه يعني، بعدين بعد كده بتهبط بقى. اوكي بس احكي كده للناس عملتي ايه النهارده؟ عملنا فطير شرقي حلو وحادق. اوكي الحلو فكريهم بيه كده بيبقى ازاي؟ الحلو الحلو عاملينه يا بالكاسترد يا بالشوكولاته السائله. لو تحب اقول لك الشوكولاته السائله دي عباره عن بسرعه سهله جدا بسرعه. كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه كاكاو عادي اللي هو اللي بالسكر، وشويه فانيليا وكوبايه زيت. بنحط السكر واللبن بيتضربوا كويس، بنقوم نازلين بالكاكاو يتضرب كويس، وبننزل بالزيت سرسوب. اربع حاجات، الزيت سرسوب بتقوم تتقل معايا وتبقى الشوكولاته السائله اللي احنا بنجيبها من بره وبنشتريها. شكرا يا اميره شرفتينا ونورتينا. هاتوا كده الحاجات اللي هي عملتها بقى ورونا. أيوة. شكلها ايه؟ نضفت لك الرخامه من الزيت ده. ثانك يو. بهدلتيها نضفتها لك اهو بقت فله. معلش بقى ما لو عندنا اولاد في البيت هم بقى ينضفوا ويعملوا الحاجات. ايوه بالظبط. شكرا اميره شرفتي ونورتي كالعاده. أيوة. يا حسام ايوه هتغني لنا ايه؟
دلوقتي اغنيه القمر من فرحنا هينور، هنقول الكوبليه الاخير من ام كلثوم. ست ام كلثوم كوكب الشرق. نسمع كوبليه وبعد كده ناخدكم نروح للاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم عندنا لو سمحتوا. شكرا اميره. مزيكا يلا يا اولاد. القمر من فرحنا من فرحنا حينور اكتر، والنجوم حتبلنا حتبلنا اجمل واكبر. القمر من فرحنا من فرحنا حينور، الشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أخضر. القمر من فرحنا من فرحنا حينور أكثر، والنجوم حتبلنا حتبلنا أجمل وأكبر. الشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أكتر، واللي فات ننسى ننسى كل أذى، واللي فات ننسى ننسى كل أذى. يلا نفتح للزمن أي احنا الحياة من غير رؤيات مش حياة، واحنا مش هنعيش يا روحي فكروني ازاي وانا نسيت، فكروني ازاي وانا نسيتك، انت اقرب مني ليا يا هنايا، حتى وانت بعيد عليا او معايا انت اقرب مني ليا يا هنايا، حتى وانت بعيد عليا او معايا. تنتهي الايام تنتهي الايام تنتهي الايام، ويبقى العمر فينا العمر فينا، وانت حبك للابد للابد ملوش نهاية ملوش نهاية، حبك انت ملوش نهاية ملوش نهاية ملوش نهاية. اوبا رجعنا لكم مرة تانية ومعايا زميلة وصديقة ومديرتي في الإذاعة، واتعرفنا طبعا وانتوا عرفتوا مين معانا كده من الانترو، بس مرة تانية برحب بنفين محمود النهارده مشرفونا منورانا في 14 شريف. أهلا أهلا
اهلا يا شريف. يا حلوة، اخبارك ايه؟ اخبارك اخيرا. قالوا لي ما تلبسيش اسود. منعوا. ما انا اخدت بالي، اكتشفت ان انت الديكتاتور اللي هنا. ماشي، خلينا كده ايوه نفرح الحياه. تعالي كده نتكلم شويه عن نيفين محمود ونبتدي بدايه دخولها لعالم الاذاعه. انت مذيعه ليكي صوت مميز جدا، والدليل على كده انت بتعملي كم كبير من الاعلانات، والواحد اول ما بيسمع الاعلان بيعرف دي نيفين. الحمد لله. ومنهم اعلان على فكره بيتذاع عندنا دلوقتي في يا سلام. في القناه في أوكي. في البرنامج اوكي، وانت بتتفرجي كده على الحلقه هتلاقي هكشفها. فبدايتك دراستك كانت ايه وبدايتك في عالم الاذاعه كانت ايه؟ لا انا دراستي حاجه ثانيه خالص، انا اصلا دكتوره اسنان يعني. لا يا وحياتك. والله العظيم زي ما بقول لك كده. بس ما ندمتش يعني، انا تمام. أوكي. كنت بتثقف يعني. انت سيادة الدكتوره؟ وعلى فكره انا كنت شاطره جدا يعني. طب ايه رايك في البريسز اللي عندي دي؟ هايله. يعني لا كويس جدا. كويس. والله وكويس ان انت يعني، اصل في ناس لما مثلا ايه بتكسل. بتكسل عشان هيبقى بيأثر شويه على كلامهم او بتبقى رزله. هو مقصر. فا بس بقعد اركب الاساتيك بتعدي كل اكيد بتعدي. بتعدي. صح كده. طيب دخلتي من طب اسنان واشتغلتي في الاسنان في طب الاسنان؟ اشتغلت طبعا. والله احنا اساسا بنشتغل من واحنا في الكليه بعد اعدادي اسنان. تدريب والكلام. بنتدرب لازم مع دكتور او في سنتر يعني او كده. من بعد اعدادي اسنان بنبتدي بقى نشتغل مع الدكتور الاول، احنا بنشوف بس بنأسست كده في حاجات بسيطه قوي، وبعدين على مثلا ثالثه نبتدي نعمل حاجات بسيطه بس كده. كده شغل العياده في الكليه شغال، احنا في بيشنتس في القصر العيني طبعا، وبنشتغل عادي لغايه ما بنتخرج وامتياز. طيب. وكده دخلتي ازاي عالم الاذاعه؟ انا دخلت من قبل ما ادخل الكليه تقريبا يعني، انا دخلت الاعلانات من اوسع ابوابها في وكاله اعلانات، كانت اهم وكاله اعلانات في مصر ساعتها. دخلت عن طريق حد من صحابنا يا ده اواخر التسعينات. اوكي. فساعتها يعني حد من صحابنا يعني ومعارفنا وكده، هو عارف ان انا بغني وبحب اغني جدا وبغني في المدرسه، فاللي هو طب ما تيجي تعملي فويس تيست. فاللي هو لا ما اتكسف، انا على فكره كنت خجوله جدا وما زلت على فكره. وما زلت يعني كويس ان انت يعني لقط فيا ده. انا بس يعني قدام المايك ببقى حاجه تانية، او بطلع شويه عشان اعبر عن نفسي بس عشان رغبه جوايا، لكن انا خجوله ومش عايزه تزعلي حد. فعلا ده حقيقي بطريقه ما مديرتي بقى وانا فعلا. عارف مش عايزه تزعل حد. انا مش عايزه ازعل حد بس برضو عايزه يعني اعمل اللي في دماغي السيستم طبعا. لا واللي في دماغي يعني برضو غير السيستم. فالمهم يعني ساعتها قعد يقول لي لا لازم تيجي، طب اعملي تريننج في الايجنسي في الاعلانات وكده وبعدين نبقى نشوف. بعد اول يوم تريننج اخذني من ايدي جر كده على الساوند ستوديو، وطبعا لما دخلت الاستوديو طبعا انبهرت وحسيت انه أنا ازاي كنت بقول لا او كنت خايفه، انا هو ده المكان اللي انا عايزه اقعد فيه. وقعدت بقى يعني ما سبت التريننج اللي كان شغال فوق خالص، وعملت التريننج تحت في الاستوديو الصوت، قعدت اتمرن على الغنى، كنت بغني بس في الاول، واتمرنت كتير قوي على اعلانات اوريدي موجوده ونازله بصوت اللي بتغني، لكن بغنيها تاني باخدها احفظها في البيت واجي تاني يوم اسجلها بصوتي ونقعد نسمع. ايهاب نور مهندس الصوت والارينجر معروف جدا يعني، هو اللي بصراحه مرني على حاجات كتيره قوي، مخارج الالفاظ ازاي الاكسبريشن بتاع الغنى مع الفيلينجز المفروض تتنقل او المشاعر المفروض تتنقل في الجمل دي، مع انه اعلان بس هو في حدوته في حاجه بتتقال. فطبعا حكايه عشان تقنع المشاهد او المتلقي انه يشتري السلعه طبعا، واني اعبر عن الفكره اللي مكتوبالي والمفروض اغنيها، والاداء مع الغنى بيبقى اصعب جدا يعني، غير ان انا اتكلم واعبر بصوتي بس، لكن الغنى اصعب. وطبعا فكره بقى التراكات بقى ان انا اغني تراكس كتيره الهارموني، فودني اتمرنت وانا بقى بدرس بقى في حته تانية خالص يعني، كنت بروح الكليه واشتغل الصبح في الكليه وكده، واجي بقى اخلص الكليه واروح على طول استوديو الصوت. طب وحته بقى ان انت بقيتي مذيعه جت ازاي؟
بعد سنين كتيرة جدا جدا من الشغل في الإعلانات، شغل في الإعلانات كمان اتطور، كنت بغني بس بقيت مهندسة صوت، كنت أول مهندسة صوت في مصر، يعني أنا بسجل لناس تانية وبميكس. مش عايز أقول لكم وهي قاعدة على الميكسر بقى عمال جو 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 جو. المرأة العنكبوت. أنا بحب الميكسر جدا، أنا استحال أعمل كده، ده حاجة سهلة وممتعة، يعني هتندمج أكتر في المود بتاع الإذاعة لو أنت قاعد على الميكسر. فالمهم ابتديت بقى في هندسة الصوت، وبعد كده ابتديت أسجل كمان فويس أوفر، فابتدى صوتي كمان يتمرن في الأداء، يبقى محترف الغنى مش بس الغنى. وبعدين دخلت كمان في فكرة البرودكشن، ان انا ابقى باخد الانتاج الصوتي برضو، ان انا باخد مثلا بريف من كلاينت، انا عايز اعمل اعلان عن منتج كذا في مدة كذا، عايز اوصل مسج كذا او تارجت اودينس بتاعي كذا، فاشتغل على الفكرة من اول الفكرة، كتابتها تنفيذها لغاية ما بسلمه الفكرة جاهزة كاوديو. فده كان شغلي برضو سنين. وبعد كده بقى قلت هو انا ليه مش مذيعة، يعني انا عندي حاجات كتير قوي عايزة اعبر عنها، وحاسة ان انا خلاص انا بقيت بروفيشنال، بقالي سنين انا قدام المايكروفون، خلاص عارفة بعمل ايه وبقول ازاي وبعبر ازاي. عملتي ايه؟ قدمتي بقى ولا عملتي ايه؟ رحت اشتغلت، عرفت ان في اونلاين راديو ستيشن اسامة منير طبعا، حبيبنا طبعا، الراجل العبقري عبقري يعني ومحترم وبيعمل برنامج على الاذاعه بقاله اكتر من 15 او 16 سنه طبعا، وفي نجاح غير عادي، ببعت له الف سلامه وتحيه حبيبي، وانا كمان حبيبنا كلنا بصراحه. فكلمت اسامه قلت له انا بفكر ادخل في الاذاعه، تفتكر انا اصلح؟ قال لي انت بتتكلمي في ايه يا نيفين، اكيد طبعا انت صوتك اوريدي في بيوت مصر من الاعلانات، فالصوت فاميليير بالنسبه للناس. قلت له ماشي، بس ده مش كفايه بالنسبه لي، انا بالنسبه لي هل انا عندي الموهبه بتاعه الاذاعه ولا لا، انا كنت قلقانه اكتر منه. أوكي. قال لي تعالي وجربي، وانا متاكد ان انت هتنجحي. ورحت وفعلا عملت المورنينج شو هناك، كنت اول برنامج يطلع هوا، وكنت قلقانه طبعا جدا لان موضوع الاذاعه حاجه تانية طبعا، وهوى هوى حاجه ثالثه. فكره ان انا اتعامل مع الناس والافكار مختلفه عني كتير جدا، دايفرسيتي فظيعه، فكره ان انا احداث ممكن تحصل دلوقتي وابقى جاهزه ان انا انقلها، ايا كانت بقى، وحدث سعيد حدث مش سعيد حدث صعب طبعا مهم. طيب قولي بقى عشان الوقت ولسه هنسمع الاغنيه، رحتي كام اذاعه بعد كده؟ يعني دي كانت رقم واحد، بعد كده رحتي فين؟ ميجا اف ام. ميجا اف ام بس من سنه كام؟ من 2010، من اول ما ابتدينا ولغايه السنه دي. وبقيتي ازاي يعني وصلتي التايتل فيها او منصب فيها؟ انا بعد محطه مصر عرفت ان في مشروع مهم جدا اسمه راديو النيل، مجموعه اذاعات مع بعض، فعرفت ان استاذ طارق ابو السعود هو المسؤول عن البروجكت ده، فطلبت مقابلته، بس كنت اوريدي عملت الفويس تيست او الاختبارات في الاذاعه، وكنت خلاص اتقبلت، بس اتقبلت وكنت هشتغل في الشرق الاوسط. وبعدين لما عرفت ان راديو النيل مع استاذ طارق فروحت وبقيت مذيعه مديره برودكشن من اول يوم. من اول يوم ما شاء الله. يعني من اول ما دخلت الاذاعه وانا مديره اداره ما. ودلوقتي انت مديره البرامج. مديره البرامج في ميجا اف ام. بالظبط. ما شاء الله عليك، حاجه تافه. انت برج ايه؟ حمل. غلبان. عملتي كام اغنيه بقى في حياتك؟ اول اغنيه عملتها كانت اغنيه لمعهد السرطان، كان طبعا مع مجموعه كبيره جدا من النجوم، يعني كنت انا الطفله اللي في وسطهم. وبعد كده بقى عملت اغاني خاصه بيا، عملت اغنيه انا بعتبرها اغنيه مهمه جدا بالنسبه لي، انها كانت كمان عن البرنامج اللي بقدمه للستات، اسمها بتعافر مع الايام، عملت اغنيه اسمها ما تمشيش، عملت اغنيه اسمها عايزه هديه، وعملت اغنيه اسمها نص عمري، بس نص عمري مش رومانسيه، نص عمري ضاع كوبري ده في الزحمه عادي جدا يعني. واخر اغنيه مع الوقت. مع الوقت دلوقتي نسمعها مع الوقت. يلا بينا. يلا بينا. المايك اهو خلاص، حضرتك هتتفضلي على المسرح هناك، وانا هاجي اقعد مكانك بقى عشان اقعد اتفرج عليكي براحتي. بتفضلي على مسرحك. ايوه كده. شكرا. ونيفين محمود معاكم دلوقتي، ونغني اغنيتها الجديده
مع الوقت. يلا بينا مزيكا. ايه الحلاوة دي؟ انا قررت قرار دلوقتي وانا قاعد هتقعدي على كرسي المذيع. بجد؟ ايه ده؟ هتقعدي على كرسي المذيع. خلصنا كده وقعدت هتشغلني شغلتي تاني؟ ايوه هتبقى المايك ده واحنا قعدنا. ايه انا عصرتك اسئلة قبل الاغنية. ايوه انت بقى دلوقتي في شارع نيفين. شارع نيفين؟ اوكي. وانا شريف. اوكي. المذيع برضو. انت بقى اعملي معايا الانترفيو. انا هسألك؟ انت مذيع ماليش دعوة. اوكي. سمعنا الصوت الحلو وسمعنا الاغنيه تجنن وتعرفنا على نيفين قبل الاغنيه بالتفاصيل. انت بقى العبي دور المذيع شويه. ده انت اخدتني على اخوانه. انت عارف ان انا بقعد اذاكر قبل ما بروح لاي ضيف بستضيفه، بقعد اذاكره واقعد اتفرج عليه واشوف فيديوز كتيره. طبعا انا عارفاك، انا عارفاك كويس جدا وانت مديرتي. لا لا ما تقولش كده. لا 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 ما تقولش كده بشكل غير عادي يعني بجد. وبعدين الحلقه اللي ذاعتها معاكي في شهر رمضان الكريم كانت تحفه. هو الليله ايوه ليله 30 يوم. انا كنت مستمتع جدا ان احنا الاثنين مع بعض على الهوا. وفعلا هي بتذاكر مذاكره غير عاديه. بعتت لي سكريبت مكون من 10 صفحات قبلها بيومين. قالت لي ذاكر. خفت منها مديرتي بقى كنت هترفدني ولا حاجه. فانت دلوقتي بقى المايك مايكك والشارع شارعك وهنديكي 5 دقايق كده تساليني شويه اسئله. يا نهار ابيض. عايزه تعصر. انت مفاجاه رهيبه. طيب هسالك بقى، انت ليه استضفتني النهارده؟ لان الاغنيه عجبتني. ده رقم واحد. رقم اتنين عايزه اوري الجمهور شخصيتك اكتر، مش وانتي مذيعه. طبعا انت مذيعه كمان ليكي طابع خاص، وكمان من ضمن الحاجات الحلوه قوي ان احنا اتكلمنا عليها من شويه قبل ما تغني ان انت مهتميه بالاطفال وعندك الصبح حاجه بتعمليها مهمه قوي للاطفال. واحنا قليل قوي ان احنا نلاقي مذيعين او مذيعات في مصر بيهتموا بوجود الطفل معاهم. وخليني اقول لك حاجه، يعني وانا بشتغل زمان في مبنى ماسبيرو كنت دايما بلاحظ ان مذيعين الاطفال هم اكتر ناس بياخدوا اجر قليل. اوكي، عكس مذيعين الاشياء الاخرى. مع ان مذيع الاطفال لازم يكون مثقف، لازم يكون عنده درايه وخبره وكذا وكذا، لانه النشء بياخد منه وبيتعلم منه، فلازم يبقى هو عليه مسؤوليه كبيره جدا. زي بالظبط عارفه ايه؟ مدرس الابتدائي. طبعا انت لو بصيتي في وزاره التربيه والتعليم هتلاقي مدرس الابتدائي اجره اقل من مدرس الاعدادي والثانوي، مع ان هو اللي بيعمل الاساس. تاثيره للتنين. قوي جدا. انا عايزه اقول لك ان انا اكتر مدرسين بفتكرهم بفتكر حتى ريحتهم. هم المدرسين اللي درسوا لي في ابتدائي. صحيح. انا لغايه دلوقتي ما بنساش ابدا مدرسه كانت بتديني العربي اسمها مدام كريمه. انا في ساعات لما بشم ريحه معينه بفتكرها من كتر ما هي كانت طيبه، وكنت بتكلم معاها اكتر ما انا بدرس معاها. ففعلا انا ما كنتش عارفه حكايه الاجر دي، بس الاجر عند الله بقى يعني. انا من الاخر يعني. بس فعلا هقول لك على حاجه، انا قدمت برامج كتيره جدا، قدمت برنامج الصبح وبرنامج الدرايف، قدمت برامج متخصصه، عملت برنامج للمراه، برنامج للميوزك، عملت برنامج للديكور، برنامج اغاني ويك اند وكده. لكن البرنامج ده بالنسبه لي حاجة تانية خالص. أنا بطلع شخصيتي الحقيقية اللي بخبيها. بتخبيها. مع الأطفال. أنا بشوف إن أنا أم بلست إن أنا بعمل البرنامج ده معاهم. صحيح. يعني أحلى حاجة. أنا عندي هنا يوم الأربعاء اليوم المحبب لينا كلنا عشان هو اليوم. اعزمني أرجوك. تعالي يا رجالة. السؤال اللي بعده. مش هسألك بقى السؤال الكليشيه بتاع الايه، بتحب الإذاعة أكتر ولا الراديو ولا التلفزيون أكتر؟ لكن هسألك ايه اللي بتبقى حريص قوي انك تسيب بصمة فيه في الإذاعة، والحاجة اللي بتشتغل عليها في دايركشن تاني خالص في التلفزيون؟ في الإذاعة يمكن برنامجي طبعه جد شوية. الضيوف اللي بيجوا بيتكلموا يمكن في مشاكل، في قضايا، في حاجات اجتماعية أكتر، فواخد فيه الطابع الكلاسيكي. وأنا أقصد ده الكلاسيكي بس بطريقة، أنت عارفة طريقة شريف مدكور الخفيفة، فواخد ده في الإذاعة. هنا البرنامج
بطبيعته انترتينمنت ترفيهي للاسره. البرنامج ده بيبقى الساعه 4 بعد الظهر، ناس راجعه من الشغل او ناس قاعده تتغدى، فبنبقى عايزين وهم قاعدين بيبقوا مبسوطين، ما نكلمهمش في اي هموم او قضايا، ونسهل لهم حياتهم على قد ما بنقدر. فده حاجه وده حاجه. احنا كمان هنا عندنا في البرنامج حاجه مهمه قوي يا نيفين، بقالنا فتره بنعملها في فقره الريستوران عندنا، ان احنا نعمل اكل ما فيهوش لحمه ولا فراخ ولا سمك، لان الاسعار غليت جدا جدا، وده واجبنا. ومش بس حكايه الاسعار، هو حكايه ان البني ادم لما بيكبر ما بيحتاجش قوي البروتين الحيواني ده. بس احنا ما كبرناش يا حبيبتي. لا طبعا لا، ما كبرناش، ده برنامجي يعني. لا بس فعلا حقيقي البروتين الحيواني ده تقيل جدا. انت ممكن تاخد بروتين بس برضو من الخضار، من حاجات بقوليات، يعني حاجات كتير كده. انت عرفتي الفرق بين التلفزيون والراديو؟ لا بس انا عشان عارفه ان انت بتبقى دايما حريص انك تقدم حاجات معينه، وبتبقى عايز تفرق ما بين مش بس البرنامج ده، الوسيط ده. انا بالنسبه لي اهم حاجه ان البرنامج يبقى دمه خفيف زي ما بيقولوا، بس المستمع او المشاهد يطلع بمعلومة، يطلع بفكرة، يطلع بحاجة. يعني أنا مع احترامي جدا للبرامج الفنية، بس أنا ما أقدرش أعملها. ما أقدرش مثلا أطلع أقول إيه المغني الفلاني عمل كذا وراح كذا وسافر كذا واتطلق واتجوز. أنا بشوف من وجهة نظري إن المشاهد أو المستمع هيستفيد إيه، فاهمة؟ لكن البرنامج لما يبقى فيه معلومة مفيدة متغلفة في إطار لذيذ خفيف يفيد المشاهد أو المستمع، ده الغرض بتاعي. انا بقى كان عندي يعني فضول رهيب ان انا اشوف البيت اللي انت تربيت فيه. اولا حاسه ان انتوا عندكم طقوس مختلفه، يعني مره قلت لي ان انتوا ما بتحتفلوش بعيد الام اصلا، فوربيدن يعني اللي هو، فحاسه ان فجر الام بالنسبه لك حاجه مقدسه جدا، بس ليها شكل مختلف من التقديس. ده صحيح. حقيقي ده صحيح. وانت عارفه ان انا ما حدش شاف شكل امي خالص، يا حتى الله يرحمها أستاذة مها أبو عوف مرة استضافتني في برنامجها اسمه ست دي أمي. فكل الضيوف الثلاثين ضيف كل واحد فيهم جاب صورة والدته، أنا ما جبتش صورة والدتي ورفضت أقول اسمها احتراما لوالدتي، هي مش عايزة تظهر ومش عايز ناس تحسدها بصراحة بجد. يمكن كرو البرنامج عارف ليه، لأنهم بيجوا لي البيت وبيشوفونا وكده. بس لا، احنا لينا طقوس فعلا شويه مختلفه. طب ايه غير عيد الام مش بتحتفلوا بيه؟ يعني ايه حاجه برضو بالنسبه لا احنا بنحتفل ما بنحتفل، ما هي وجهه نظرها ان احنا بطلنا نحتفل بعيد الام من ساعه ما ام ابويا توفت. كان عندي 6 سنين أو 5 سنين، هي من ساعتها قالت لا مش هنحتفل بعيد الام، عشان ما وهي شايفه ان كل يوم احنا معاها وشايفانا وشايفينها هو عيد في حد ذاته، وهي بتشوف ان هو يوم قاسي على الامهات اللي فقدوا اولادهم او العكس، او الستات اللي ما خلفتش وما اتجوزتش، بتشوف ان هو يوم صعب شويه، فما عودتناش عليه بصراحه. بس بنقول لها كل سنه وانت طيبه كده يعني ده كده تمام يعني. السؤال الاخير، طيب ليه ما فكرتش بقى انت كمان تعمل برنامج اطفال؟ بما انك بتعمل الفقره، انا بدايتي على فكره، في بعض الناس مش عارفه ده، بدايتي كان في قناه اسمها قناه نيل الاسره والطفل سنه 97. انا قعدت 3 سنين اعمل برامج اطفال، بعضهم كان حلو قوي بعضهم كان لا. كانت برامج مختلفه على مدار 3 سنين. كتير انا اشتغلت في الاول اطفال كتير. بعد كده لقيت ان برامج الاطفال في مصر او شغل الاطفال هو مش واخد حقه. انت ما عندكيش ولا برامج الاطفال ولا سينما للاطفال ولا دراما تلفزيونيه او اذاعيه كتير للاطفال ولا كرتون مصرية. مفيش. اللي بيتقال ان لا علشان دي مش هتجيب فلوس، ده اللي على طول بسمعه. مع ان العكس، انا عندي هنا يوم الاطفال من اكتر الايام اللي بتجيب فلوس. وانا بما ان انت اثرتي الموضوع ده، فانا بناشد ان عندنا الحكومه والدولة هي اللي تقوم بإنتاج أعمال خاصة بالطفل المصري طبعا. سواء في المسرح أو في السينما أو في التلفزيون أو في الإذاعة في برامج، علشان دي حاجة مهمة جدا. إحنا يعني أنا أكبر منك شويتين، بس جيلنا إحنا كان في برامج أطفال مهمة جدا طبعا. وكان في مذيعين إحنا ارتبطنا بيهم ارتباط كبير. ده اللي مضايقني، إنه إحنا صغيرين كان عندنا كونتنت في التلفزيون المصري خاص بالطفل،
ازاي واحنا بنتقدم الحاجات دي بتتراجع. وبعدين الحاجه المهمه اكتر انه احنا في خطر، ان انت لما الطفل بيبقى بيسكرول وبيشوف كونتنت مش مصري لكن ممكن يبقى من عربي او من اصلا دول بره اوروبي او امريكي، فهو بيتاثر بالكالتشر اللي بيشوفها، اللغه اللي بيسمعها، الكلمات اللي بيسمعها برضو، فيعني هو خلاص هيحصل له غزو من ثقافات تانية مختلفة لانه هو ما عندوش كونتنت مصري يتفرج عليه. للاسف. انت النهارده شرفتيني ونورتيني. انا اللي اتشرفت. استمتعت والله. بوجودك معانا، تعالي لنا دايما في الشارع الشريف. ميرسي والله. و و و و, و يعني دايما كده اعملي لنا اغاني كتير عشان صوتك حلو. وانا النهارده شرفت بوجودك معانا. انا اللي اتشرفت ان انا معاك والله يا شريف في اي مكان، في الاذاعه، في التلفزيون، هنقعد نشرب قهوه مع بعض. انا متشرفه فعلا بيك، وانا بشكرك على شغلك المهم والمحترم وتعاملاتك الانسانيه. مفيش حد يعرفك ما قالش فيك قصائد من الشعر والمدح. ربنا يخليك. بدون يعني بدون اي يعني مش انت مش موجود، بس هو بيتكلموا عنك. ربنا يخليك. فربنا يديم السلامة. بما انت دلوقتي قاعده على كرسي المذيع. أيوة. خدي قدم لنا الفقره الجايه. خليكي قاعده اهو، احنا عندنا فاشن شو مع استاذه باسمة سليم وسميه الازياء. انا هسيب لك الكاميرا وانت قدميها. عايش دور المذيع بطريقه نيفين محمود. هي جايه لنا من اسكندريه مخصوص على بجد. طيب، ومن الاسكندريه راسا الى القاهره في شارع شريف. هنشوف دلوقتي فاشن شو لمصممه الازياء بسمة سليم، ومصاحبه بالفرقه الموسيقيه، صح كده، مزازيك، الفنان وائل كرم والفنان حسام حسن. شكرا نيفين. شكرا شريف. أربعة شارع شريف.
الله 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 على فساتين الافراح، خمس فساتين خمسه وخميسه في عين العهد، وزي ما بنقول احلى من بعض، فساتين ملوكي حلوه، في تطريز حلو، في اقمشه حلوه، تصميمات حلوه، كلها صناعه مصريه. ومره تانية برحب بمصممه الازياء اللي مشرفانا النهارده ومنورانا، استاذه بسمه سليم. ايه الحلاوه دي والفخامه اللي انت عاملاها؟ شكرا يا شيخ، عقدتينا. ربنا يخليك. احكي لنا كده، فستان الفرح عندك السنه دي في صيف 2022 مستخدمه في ايه؟ مستخدمه خامات مختلفه من الدانتيل والجوبير ورسم النول هاند ميد. حاولت يعني اعمل كولكشن مختلف، يعني بتبقى الماتيريال الخامات اللي بنستخدمها تول او ساتان او يعني ساده ما فيهاش رسم، احنا بنرسمها بالقلم وبعدين بنمشي عليها بقى خرز هاند ميد يدوي في نول. زي لكن انت اللي بتبتكري القماشه، يعني القماشه عندك فيها تطريز وفيها شغل مش هيكون موجود في حته ثانيه في الدنيا غير عندك انت، لان انت اللي صممتي تشكيله القماشه. بالزبط. ده اللي حضرتك بتقصديه، وده هيدي شياكه وهيغلي القطعه. بالظبط، لانها هتبقى قطعه واحده اعتقد. ده حقيقي وتبقى مختلف. طيب تعالي نرجع كده نفكر مشاهدينا، بداتي دخول عالم الازياء امتى وازاي ووصلنا لغايه ايه؟ هي كانت هوايه من وانا صغيره، بقالي تقريبا اكتر من 10 سنين، انا بدات من ثانوي ونميتها واحده واحده بقى. وصلتي لمرحله كبيره. اه الحمد لله. برافو عليكي. دعمك. طيب ربي يخليكي. خلينا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع برضه افراح ولا هنشوف حاجات ثانيه؟ سواري. سواريهات. فاصل ونرجع لكم نشوف بقى الفساتين سواري، خليكم على لو واحدة. بسمه سليم النهارده جايه يعني عامله كولكشن، مجموعه اكثر من رائعه، جايه لنا مخصوص من اسكندريه، لكن في القريب العاجل هتكون في ما بين اسكندريه والقاهره، صح كده؟ ايوه. قررتي تفتحي في القاهره؟ اه. فين؟ التجمع الخامس. التجمع الخامس. هنزل دلوقتي الفيسبوك والانستجرام الخاص بمصممه الازياء استاذه بسمه سليم، اي حد يحب يتواصل معاها يعرف الاسعار، يعرف عايز يعمل اوردر لفستان، الكلام ده كله ممكن تتواصلوا معاها من خلال الفيسبوك والانستجرام الموجود على الشاشه. ممكن كمان اي حد شايفنا خارج مصر يتواصل معاها، وممكن اعتقد تعملوا الاوردر وشحن لاي مكان في العالم.
طيب شفنا دلوقتي الجزء الثاني السواري والجران سواري، انا فيهم فستانين شايفهم ينفعوا فرح، الشامبين والاخراني الابيض اللي فيكتوريا الاوف وايت والشامبين، الاوف وايت والشامبين ممكن، لان في افراح بتبقى عايزين حاجات بسيطه بالزبط. وممكن يبقى الشغل ده. طيب انت برضو ماشيه بدرجات الوان معينه، ما دخلتيش في الالوان الناريه شويه؟ لا بشتغل فيها، بس لما يبقى في فاشن شو او برنامج او بتفضلي الالوان عشان العين ترتاح وهي بتتفرج. اوكي، عموما حاجتك كلها مريحه العين. شكرا يا شيخ. وخليني اسالك كده، مين بيساعدك، مين معاكي، مين ممكن تاخدي رايه؟ معايا تيم كبير يعني فنيين واداريين، هو الاول كنت بادئه لوحدي، بس واحده واحده الحمد لله كبرت، فعندنا تيم في المصنع خياطين ومقصدار وتيم التطريز كله الهاند ميد وتيم بيرسم كل المراحل بقى الحمد لله. ما جربتيش تعملي هدوم زي اللي انت لابساها كده؟ لا لا، ساعات بعمل ليا مثلا، او لو انت اللي عامله الحاجات دي؟ لا الحقيقه. طب ما تعملي حاجات فجاه ما تعملي حاجات زي كده برضه يعني البنات والسيدات محتاجين حاجات لبعد الظهر، حاجات خفيفه، وانت ذوقك حلو وبتهتمي بالتفاصيل، فاعتقد لو انت عملتي لاين في وسط الحاجات السواري حاجات ابريمي دي لبعد الظهر هتبقى حلوه وفخمه. في دماغي والله، بس المره الجايه الهوت كوتور بياخد وقت ان شاء الله. المره الجايه هتعملي ده ان شاء الله. نشوف الجزء الاخير من عرض الازياء، يلا بينا مزيكا. الله 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 الله، كولكشن جميل، شرفتينا نورتينا ومبروك شريف. مقدما افتح الفرع الجديد، هتنوري القاهره. منوره بيكم. اهلا وسهلا بيكي. شكرا خاص جدا لمصممه الازياء استاذه بسمه سليم على وجودها معانا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده في حلقه بدايه الاسبوع، ونكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.